يا فندم، اهلا يا فندم، اتفضل. هو حضرتك ممكن اكلم مع مولانا؟ حضرتك، اتفضل. هو حضرتك يا مولانا، انا زعلت وحدي قبل ما يموت، ولغايه هذه اللحظه حاسس بتأديب الضمير، مش عارف اعمل ايه. لا انا ما سمعتش بتقول ايه. هو انا زعلت والدي قبل ما زعلت يموت والدك؟ من يوم، ايوه. ما اعرفش، وحاسس بتأديب الضمير من ساعه ما هو مات لغايه هذه اللحظه، وكل بقاله اكتر من سنه ونص ميت. حاضر يا وانا استاذه. كل يوم ببكي بدموع، فما اعرفش اكفر عن غلطتي ازاي. طيب هنسمع فتوه مولانا، بس دي فرصه كويسه انك توجه كلمه للاباء اللي مزعلين اهاليهم واللي بيخدموهم. قول لهم كلمه يتعظوا من تجربتك الشخصيه، يا ريت تكون رساله كده من القلب للقلب. تقول لهم ايه؟ لو والدك عايش، بوس التراب اللي هو بينشا عليه وجزمته كمان، هيجي اليوم اللي انت تندم ندم عمرك انك انت زعلته في يوم من الايام. انا اتمنى يا فندم يعني ادفع فلوسي كلها واقعد مع والدي 5 دقايق واقول له سامحني. الله يرحمه يا سيدي. شكرا يا استاذ احمد، شكرا. معانا ام جنى، السلام عليكم. ازيك يا استاذ، عامله اهلا ايه؟ بيكي. اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. كنت وانتوا طيبين. وانتي طيبه يا ام جنى. انا كنت عايز اسال بس الشيخ، انا مطلقه من 7 سنين. وبزعل جدا ان والد اولادي ما بيسالش عليهم خالص، ولا بيطمن عليهم، ولا بيشوف طلباتهم. فده يعني ذنبه ايه عند ربنا؟ حاضر يا ام جنى. او لسه كنت بقول لك في اول الحلقه، طلع نفس القصه، نفس الابتلاء. نعم، احنا بنقول طبعا ان زي ما في عقوق من الابناء، في عقوق من الاباء. نعم. مساله ذنبه ايه عند ربنا او مش ذنبه ايه عند ربنا، دي حاجه مش بايدنا احنا، يعني لسنا نحن الذين نحدد كيف يعاقب الله الناس. نعم. لكن انا اللي عايز اقوله لك، انت من جهتك ما تحاوليش ان انت تقسي الاولاد على ابوهم بالرغم من قسوته هو تجاهه. نعم. ده جانب، ومن جانب اخر اذا كان هو بيسمعنا او اي حد شبيه له بيسمعنا، بقول له شوف، انت دلوقتي مش قادر ان انت حتى تامن مستقبلك مع اولادك. اللي احنا بندعو اليه ده مش كل الناس تستطيع انها تلتزم بيه نفسيا. احنا بندعو الناس الى المثاليه والى الاستقامه. لكن في واحد يقول لك انا مش قادر، انا الاسوء اللي انا شفتها من ابويا في حياتي، انا نشات يتيم وابويا عايش. نعم. انا مش قادر. نعم. انا كل اللي انا اقدر اعمله ان انا مش عامله معامله وحشه، بس مش قادر اقبل عليه ولا اهتم بيه ولا بتاع. فتبص تلاقي نفسك بقيت كبير في السن، والملذات والشهوات اللي انت سبت ولادك علشانها ذهبت حواليك، وانت بقيت وحيد. نعم. محتاج، مش هقول لك العنايه ولا الرعايه، محتاج حتى الاهتمام. نعم. وما انتش لاقيه. نعم. لان انت بتجني ما غرسته بيديك. نعم، ربنا يبارك لك. استاذ احمد بقى اللي زعلان قوي وندمان انه والده توفي وهو زعلان منه، ده من توفيق الله له ان هو ربنا صح قلبه وحس بتقصيره مع ابوه، ولكن الوالد كان قد انتقل الى رحمه الله. اذا كنت انت فعلا زعلت الوالد رحمه الله، استغفر الله من ذلك، وممكن انت تبر اباك بعد انتقاله الى رحمه الله الى الدار الاخره كما كنت تبره وهو عايش. اعمل صدقات جاريه على روحه، اقرا قران واهدي له ثوابه، زوره، ادعي له، كل دي حاجات تصله ويفرح بيها ان شاء الله. نعم.